رقم رخصة السياقة طباعة سلطة الإصدار مدة الصلاحية معلومات الخاصة بالشخص أصناف الرخصة وعلى الوجهة الخلفية تم يتم طباعة جدول الخاص بالأصناف كذلك شريط أمازات الذي يسمح بالقراءة الإلكترونية للوثيقة كذلك فصيلة الدم. وهنا يجب الذكر بأن هذه البطاقة مطابقة للمعايير الدولية إيزو 18013 حيث أن البيانات مرقمة ومرمزة بصفة سكونابل أونورم ستاندر لتكون معروفة على جميع الدول. تحتوي شريحة هذه الوثيقة على المعلومات الشخصية لصاحب الرخصة وكذلك معطياته البيومترية كما تحتوي على معلومات الخاصة بالوثيقة. فيما يخص التطبيقات المعروفة بليزابلت هناك تطبيقية تسمح بمقارنة البصمة الموجودة المخزنة في الشريحة مع الشخص حامل البصمة وهذه تستعمل كثيرا على مستوى البلديات قبل تسليم الوثيقة وكذلك عند استغلال البطاقة على مستوى مصالح الأمن. ثانيا هناك أبلات أخرى أي تطبيقية أخرى تسمح بتسيير النقاط وكذلك تسيير المخالفات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.